بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي أون سبورت بيت الرياضة المصرية، الأسبوع 23 من الدوري المصري ممتاز في نسخته 60 في يوم زحمة للإيجيبشن ليج، رابع لقاءات الأسبوع 23، الأسبوع اللي لحد دلوقتي نتيجة لقاءاته واحدة، 3-3، 3 أهداف في كل مباراة من الثلاثة، والنتيجة 2-1 سواء لصاحب الأرض وده كان في لقاءين أو للضيوف وده كان في لقاء واحد تماما قبل هذا اللقاء. الخطأ من عمرو حسام حارس مرمى الفريق البترولي، وكان سجل أيضا هدفه الأول مع الزمالك في مرمى نصر حسين داي. كرة أمامية رأسية، هجمة صالح طلع الجيش، أحمد سمير يلعبها، أحمد جعفر التسديدة لكن توصل سهلة في إيد جنش، ده إسلام جمال هو اللي أخذ التسديدة اللي فاتت، وفي أول دقيقتين وفي أول فرصة حقيقية في هذا اللقاء إسلام جمال بقدمه اليسرى، أحمد علي الظاهرة بيتخصص هنا في تسجيل الأهداف والتصدر لقائمة هداف الدوري. أدي فرجاني ساسي الكرة الأمامية، فرصة خالد بوطيب يعدلها على شماله ويرجعها لساسي، ساسي التسديدة لكن توصل سهلة لدفاع دفاع نادي طلع الجيش، وقبل محمد بسام التسديدة أدي التعاون المغربي التونسي في اللقطة اللي فاتت. نادي طلع الجيش فاز مرة وحيدة من الخمسة وتعادل مرة وحيدة وتلقى الهزيمة 3 مرات. كرة أمامية، فرصة، مش ممكن يوسف أوباما، لسه الكابتن أيمن يونس كان بيقول إن يوسف أوباما لازم يبحث عنه هنا كريستيان جروس. هل يسجل النهاردة إبراهيم حسن؟ ترجع له كورة إبراهيم بيعدي كهربا، وادي التسديدة، حلو القرار من كهربا. عبد الله جمعة يعني لاعب غير مكانه، يعني عمل هنا شيفت كارير باس انه بدل ما يلعب في التلت الهجوم يلعب باك شمال، وادي فرصة في الشبكة من بره، فرصة حلوة للزمالك والانطلاقة كانت لابراهيم حسن اللي دخل في العمق بدل مكان جناح يمين، وادي النجم عبد الله جمعة اللي بيتألق في كل مباراة عن الاخرى على الفاول. فرجاني ساسي، محمود علاء مع يوسف أوباما، لكن تابعنا أيضا تصريحاته اللي أشاد بيها الجميع بأنه بيستمتع بلقاءات نادي الزمالك. الكرة الحمدي النجاز، وادي العرضية، جول أخيرا أوباما بيسجل، الرقم 7 يتغير ل8، يوسف أوباما الوان تاتش السرعات لعب عليها نادي الزمالك، هدى لعيب طلع الجيش خد نفسه تماما فريق نادي الزمالك، وبتتلعب على طول من لمسة واحدة. يا سلام حمدي النجاز بيقدم لنا واحدة من الأسيستات الجميلة الرائعة من لمسة واحدة ليوسف أوباما على شمال محمد بسام، يخطف محمد بسام ويسجل هدف أول في هذا اللقاء في الدقيقة 25. 1-0 لصالح نادي الزمالك. أدي الخطة، حط الخطة اللاعب فرجاني ساسي، تتلعب له لمسة واحدة لحمدي النجاز والخطة نفعت، حط الخطة فرجاني ساسي يستلمها من كهربا، لمسة ولعبة الوان تاتش من حمدي النجاز والفينش. طارق حامد يستلم من صاحب الأسيست حمدي النجاز، يا سلام على الوان تاتش حلوة، يوسف أوباما يردها الكهرباء، فرصة هدف تاني للزمالك. خالد بوطيب الحنفية فتحت حنفية الأهداف، خالد بوطيب والجماعية الجميلة من أبناء متعقبة، حلوة كورة، حلوة الجماعية، ومن نفس المكان ومن نفس الطريقة يقدر نادي الزمالك انه يزيد الفارق بهدف تاني. خالد بوطيب سجل امام انبي وقبليها قبل نصر حسين داي، وللمرة التالتة على التوالي سجل خالد بوطيب امام نادي طلاع الجيش، الاضافة الكبيرة في هجوم نادي الزمالك. غاب كاسونجو كابونجو، عمر السعيد موجود يقدر يسجل ويسجل بطريقة رائعة، يغيب عمر السعيد او يجلس على دكة البدلاء خالد بوطيب، كريم طارق ممكن يسجل او ممكن يسدد، لا سدد ولا سجل، توصل عند عاصم مرة تانية ما يقدرش يعمل كنترول بيمينه، يلعبها على القائم البعيد أحمد جعفر رأسية تترد الإسلام جمال، تسديدة، مش ممكن أحمد سمير، هدف رائع يقلل الفارق ويحمس اللقاء، أحمد سمير خدها من مرة واحدة في الزاوية البعيدة الجنش، هدف أول لنادي طلاع الجيش. المباراة دي إيه الحلاوة دي، إيه الأهداف دي، 3 أهداف أحلى من بعض، واللاعب أحمد سمير يسجل هدف في الدقيقة 32 بعد دقيقتين من هدف بوطيب، يسجل أحمد سمير، ممكن نشوف أهداف تاني، النفس مفتوحة وفرصة، لكن محمد بسام كان هيعملها. فرجاني
في دوري نادي الزمالك 15 لقاء. ادي الهجمه لصالح طلع الجيش، احمد سمير نجم نادي طلع الجيش، احمد سمير يعدلها على شماله، عايز يسدد في البعيده، عايز يكررها، المره دي تكون ارضيه، دخل بدل ما يلعب الكره العرضيه حب يلعبها في الزاويه البعيده، لكن تطلع بجوار القائم. ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. لو عملنا احصائيه عبد الله جمعه قطع الكوره كم مره، بدا الهجمه لنادي الزمالك كم مره، يوسف اوباما عايز يلعب الكره الطوليه، ابراهيم حسن راح في الطرف الشمال، توصل عند عبد الله العرضيه، فين الراسيه، فين الراسيه من كهربا، تطلع ضربه مرمى لصالح نادي طلع الجيش في انتظار صافره النهايه من محمد معروف. وبالفعل محمد معروف بيطلق صافره نهايه الشوط الاول من رابع لقاءات الاسبوع ال 23. اعزائي مشاهدي اون سبورت، الصراحه قصيره على امل العوده مع احداث الشوط الثاني. عوده للاستوديو مع الزميل العزيز كريم خطاب ونجوم تحليل اون سبورت، تحياتي مؤمن حسن. شكرا للزميل العزيز كريم خطاب ولنجوم نادي الزمالك الكابتن ايمن يونس والكابتن حازم امام. مره اخرى اعزائي مشاهدي اون سبورت مع رابع لقاءات الاسبوع ال 23 مع احداث الشوط الثاني. شوط اول كان ممتع على استاد الجيش بالسويس، وايضا كهربا في تنفيذ البدايه، والفينش كان من يوسف اوباما. ادي الكوره والراسيه بجوار القائم، بجوار القائم من ريتشارد بورو، كان اللاعب التوجولي عمل الجامب وبيحاول براسيه، وكان طالع احمد سامي، بص قلب الدفاع موجود فين، عبد الله جمعه تتلعب عند خالد بوطيب، خالد عايز يلعب العرضيه لكن خارج الملعب، خارج الملعب في الشبكه من بره من خالد بوطيب. ادي الكوره تسديده لكن تعدي لاحمد سمير، احمد سمير على المغمض اللي جاي من ورا قدام، رزق رزق رزق، حب يلعبها تشيب في البعيده، لكن فين، بعيده يا رزق، بعيده يا رزق، يعني رزق في الكور اللي زي دي لو عنده التسديد، وهو عنده التسديد، لو عنده القرار بقى، لو عنده القرار انه يسدد. لمسه من اوباما لفرجاني، الاماميه عبد الله جمعه، عبد الله يعدي الكره ويروح، عبد الله اختراق، عبد الله عرضيه، كان هيسبق، كان هيسبق فرجاني، كان هيعملها التونسي. رزق يلعبها لشيكاتارا، يفتح اللعب، يقطع احمد سمير، وادي التسديده، احمد سمير، احمد سمير، مش ممكن على التالق اللي فيه هذا اللاعب، تسديده بقوه على شمال جنش، الحكم بيدي اتاحه الفرصه لصالح نادي الزمالك. فرجاني على الارض، الكهرباء مع يوسف اوباما، كهرباء، حلوه حلوه الفكره، حلوه الفكره، حب يركنها لكن تخبط وتفقد قوتها وتوصل سهله، تاني عايز يعمل اسيست لكن الراجل كان في موقف انه يلعب راسيه من مره واحده، تتقطع في المكان الفاضي، احمد سمير يقف على كرته، احمد سمير، مش ممكن، مش ممكن، احمد سمير اللي بيقدمه في لقاء النهارده بيعتذر لجمهور الزمالك، لكن الهدف اتسجل، احمد سمير قلت لكم طمع في التالق كله، مان اوف ذا ماتش بكل المقاييس، احمد سمير يركنها على يمين جنش بالتخصص، واحده على الطاير والثانيه كره ارضيه يلعبها احمد سمير بهدف ثاني النادي طلاع الجيش، وجمهور الزمالك بيحاول في اللحظات الاخيره 2-2. لقاء ممتع بكل المقاييس، لقاء ممتع، لكن هنا الخطأ الدفاعي، لعيبة الزمالك كلها لعبت، يعني كل لاعب اعتمد على الآخر، يعني درجة الحرارة أعتقد في السويس 30 درجة من المباراة، 30 درجة. عمر السعيد، عمر السعيد، عمر السعيد، فين الكورة، فين التسديد يا عمر، لو اتلعبت على طريقة الهدف الأول والتاني على الأرض، أمامية الفرجاني، فرصة للتسديد من فرجاني، يا سلام على الطريسة للجابوني، فرجاني البينية الأمامية، فرصة هدف، فرصة هدف، فرصة هدف، في الشبكة من بره، في الشبكة من بره، أوباما، أوباما، وادي كهربا بيقول له العب بالعرض يا راجل، لكن هل ضربة ركنية ولا إيه؟ أعتقد ضربة مرمى، ضربة مرمى، إسلام سري في اللقطة اللي فاتت، كل اللعيبة قدمت مباراة حلو، لعيبة الزمالك في التقدم بهدفين، ولعيبة طلع الجيش ولوكي ميل، لقاء اوروبي من على الخطوط، ومحمد معروف بيطلق صافره النهايه بتعادل الفريقين، كان تقدم لصالح نادي الزمالك اللاعب يوسف اوباما، خالد بوطيب سجل الهدف الثاني، احمد سمير بيسجل هدفين في مرمى الزمالك، عشان كل فريق يحصل على نقطه، نادي الزمالك يصل للنقطه 52. اعزائي مشاهدي اون سبورت، شكرا لحسن المتابعه، عوده للاستوديو مع الزميل العزيز كريم خطاب ونجوم تحليل اون سبورت، تحياتي مؤمن حسن.